أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاء في الميثاق الوطني اتفاق تقدم وعزم واتفاق مرحلي هدفه المناصب. ونطالع في المدى العراقي يتجه لموجة وبائية خطيرة بعد تسجيل إصابات بأوميكرون. نتصفح في القدس العربي علماء بريطانيون يتوصلون لعلاج خارق لسرطان البروستات. أما في عربي 21 جاء فيها عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتداءات بالضفة. أوبزيرفر عنونت مستقبل غامض لكازاخستان وأحداثها ستترك انعكاسات على انتقال السلطة في روسيا. فاينانشال تايمز جاء فيها السعودية طلبت مساعدة جيرانها لسد النقص في الصواريخ الاعتراضية لمواجهة الخطر الحوثي. وول ستريت جورنال عنونت إيران تنقل أسلحة إلى اليمن سرا. نبدأ مشاهدينا الكرام من الميثاق الوطني، والكاتب وليد الزبيدي يقول: تعرضت التنمية في العراق إلى نهوض بطيء وتعثر وانكسارات منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العام 1921 حتى الوقت الحالي، لكن المعضلة الرئيسة التي صاحبت بناء الدولة في العراق تتمثل في ظهور النفط في وقت مبكر، أي في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وتبلور اتجاه سلبي بعد أن طغى الاقتصاد الريعي وأخذ بالتجذر في أعماق الخطط الاقتصادية وتواصل اعتماد العراق بشكل كلي على النفط، لدرجة أن الحكومات المتعاقبة لم تضع الخطط اللازمة التي تنقل اقتصاد العراق من الريعي إلى المتنوع. يرى الكثيرون أن النفط بدأ يشيخ وقد يدخل مرحلة الموت أو على الأقل السبات الواسع والكبير. وفي البداية جاءت التحذيرات التي تقول بأن لا مستقبل للنفط الذي تعتمد اقتصاديات العديد من الدول عليه، الأمر الذي حفز بعض الحكومات لاستثمار هذه الثروة في التنمية وتوسيع موارد الدول والبحث عن بدائل. فقد استثمرت دول في مشاريع عملاقة، وأطلقت دول أخرى صناديق استثمارية، وشرعت حكومات في بناء المصانع والاستثمار في ميدان الزراعة وتطوير المنشآت السياحية. في العراق نجد أن الأمر مختلف جداً. منذ نهاية ستينيات القرن العشرين أصبح العراق يعيش اقتصاداً ريعياً بنسبة تزيد عن 96%، وكانت الفترة الذهبية منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط. وشهد العراق في تلك السنوات طفرة تنموية هائلة شملت جميع مفاصل الدولة والمجتمع، لكن ذلك لم يستمر إلا عدة سنوات، حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية أواخر عام 1980. وبعد سنتين تقريباً توقفت البرامج التنموية في عام 1982، وبعد انتهاء الحرب في آب أغسطس من عام 1988 دخل الاقتصاد العراقي في مرحلة صعبة جداً، خاصة أن أسعار النفط شهدت تدهوراً كبيراً، وكانت هناك الكثير من الديون بسبب أعباء الحرب. ثم دخل العراق حقبة الحصار حتى عام 2003 لتبدأ فترة الاحتلال. ويعرف الجميع جيداً أن ما يقرب من عقدين تماماً منذ احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة قد شهدت أكثر واردات دخلت ميزانيات الحكومات المتعاقبة، وتقدر المبالغ المتأتية من صادرات النفط بما يزيد عن 2000 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير جداً. لكن وكما يعرف الجميع لم يشهد العراق أي نوع من البناء والتعمير والتطوير، ليس هناك مدارس حديثة، والتعليم الجامعي متردد جداً، والصحة والبيئة في أسوأ أحوالها، وغير ذلك الكثير. مركز رسام نشر هذا المقال عن الطائفية، يقول: الطائفية صنيعة الاحتلال وأداة الحكومات المتعاقبة لتدمير العراق. حاتم الفلاحي
يقول في هذا المقال: هناك ترويج غريب جدا وجديد من نوعه يستخدم في حكومة الكاظمي للتستر على جرائم الميليشيات والسكوت عليها، ومنها إذا أرادت الحكومة أن تتخذ أي إجراء قالوا لك إن هذا قد يؤدي إلى اقتتال داخلي شيعي فتتراجع الدولة، كما حصل في خلية الكاتيوشا وفي قضية المختطف سجاد الشمري أو قضية اغتيال الهاشمي أو الصحفي أحمد عبد الصمد التي نفذت بأسلحة الدولة ومن قبل منتسبين في الأجهزة الأمنية، ولكن مرجعيتهم الدينية والحزبية تعود للميليشيات التي أمرتهم بتنفيذ هذه الجرائم، وكذلك اغتيال أغلب الناشطين والمتظاهرين، حتى وصل الأمر إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يصدر أمراً إلى القائد المسؤول عن المنطقة الخضراء سيئة الصيت فيرفض التنفيذ. إلى السيد الكاظمي: إذا أردت استعادة السيادة في العراق فالسيادة تبدأ من إرجاع النازحين إلى مناطقهم التي تسيطر عليها الميليشيات في منطقة حزام بغداد في جرف الصخر التي تحولت إلى قاعدة إيرانية، ومنطقة عزيز بلد والعويسات ومناطق ديالى والموصل والعوجة ومناطق كثيرة في ديالى وسهل نينوى، بالإضافة إلى فتح ملف المغيبين السنة التي تتجاوز أعدادهم 18,000 مغيب تم اعتقالهم من قبل الميليشيات التي تصول وتجول في دولتك ولم يعرف مصيرهم إلى الآن. السيادة يا رئيس الوزراء تبدأ من فتح ملف الميليشيات التي تقاتل في سوريا واليمن ضمن مشروع إقليمي طائفي توسعي تقوده إيران. السيادة تبدأ من فتح ملف الميليشيات التي لديها ولاءات خارجية وتدين بالولاء للولي الفقيه في إيران ولبنان وتعلن ذلك نهاراً جهاراً، بل إنها تتمتع بغطاء قانوني في حكومتك. استعادة السيادة تبدأ من فتح ملف سقوط مدينة الموصل عسكرياً وسياسياً وإحالة المسؤولين عن هذه الكارثة للقضاء العادل. استعادة السيادة تبدأ بفتح ملف الفاسدين وإحالة الرؤوس الكبيرة المسؤولة عن مافيات الفساد للقضاء العادل وليس القضاء المسيس حسب الانتماءات الطائفية، ويبدأ من إحالة المالك الذي لم تتوفر لدى حكومته في فترتها الثانية حسابات ختامية لتلك السنوات من فترة حكمه. استعادة السيادة ليس بالكلام، فحكومتك هي حكومة أقوال وليس أفعال يا رئيس الوزراء. الفلاح يقول: ومن البديهي جدا عندما تضعف الدولة المركزية وتفشل في فرض القانون وهيبة الدولة تتراجع الهوية الوطنية الجامعة لمكونات الشعب العراقي وتظهر لنا هويات طائفية فرعية متعددة، ومنها الهوية العشائرية، الهوية الطائفية لأحزاب وميليشيات مسلحة تتصارع على السلطة فيما بينها، والنفوذ والمصالح الحزبية والمصالح الشخصية ضيقة كذلك، أو أنها تنفذ أجندة خارجية لا مصلحة للعراق بها، وبهذا يتحول الولاء من الوطن إلى الحزب والطائفة والعشيرة والتي دائما ما تكون على حساب الهوية الوطنية. نقرأ في القدس العربي وبالأحرى نبقى مع مقال للكاتب حاتم الفلاحي، حيث يواصل قائلا: لقد أظهرت المظاهرات كذب النظام السياسي الشيعي الحاكم الذي كان يروج بأنه يستمد شرعيته من مدن المحافظات الجنوبية التي انقلبت عليهم الآن وكشفت كذبهم وزيفهم ودجلهم، كما أظهرت كذبة أن سلاح الميليشيات هو للدفاع عن الطائفة بعد أن وجهوا سلاحهم إلى صدور أبناء جلدتهم قمعاً وخطفاً واعتقالاً بأوامر تماماً من إيران، وها هم وينكلون بهم ويقتلونهم بدم بارد لأنهم طالبوا بزوال هذه الطبقة الفاسدة، كما أنهم اكتشفوا بأن العزف على أوتار الطائفية هو الذي جعل الطبقة السياسية تستمر في حكم العراق. لقد تبين فشل الأحزاب السياسية الطائفية التي تشكلت في العراق بعد عام 2003 بأدواتها وبرامجها وميليشياتها التي انتهجت الطائفية كأساس للعمل السياسي حسب المشروع السياسي الذي جاء به الاحتلال.
لذا فهي تمر بمأزق حقيقي بعد أن انقلبت عليها الحاضنة الاجتماعية وضعفت شرعيتها بشكل كبير، وأصبحت هناك فجوة كبيرة بينهما بعد أن فشلت في توفير حياة حرة وكريمة، وفشلت في تلبية طموح جماهيرها التي فقدت الثقة بها بصورة كاملة. وقد ظهر هذا واضحاً وجلياً عندما عزف الشارع العراقي عن المشاركة في الانتخابات التي جرت عام 2018، وعندما انطلقت مظاهرات تشرين الأول عام 2019، الأمر الذي شكل ضربة قاسمة للطبقة السياسية الحاكمة. وهذا يعني أننا أمام ثقافة جديدة في الشارع العراقي تدعو إلى نبذ الأحزاب الطائفية والعملية السياسية برمتها، وتدعو للهوية الوطنية التي يمكن أن يترجم باستبدال القوة السياسية الحاكمة التي فرطت بحقوق الشيعة ولم تستفد من الهيمنة السياسية لقادة الأحزاب وميليشياتها المسلحة التي فشلت في تقديم رؤية واضحة لطبيعة الحكم في بلد متعدد الطوائف. مركز رسام والفلاح يقول سقطت جميع الشعارات التي كانوا يرفعونها لحماية المذهب والمقدسات، وتبين بأنها كانت لحماية المكاسب والامتيازات التي حصلوا عليها، كما أسقطت هذه المظاهرات الديمقراطية الطائفية التي جاء بها الاحتلال للعراق ودعمتها ديمقراطية الملالي في طهران. والغريب في الأمر صمت المرجعيات الدينية في النجف على جميع أحداث القتل وفساد النظام السياسي المعروف للقاصي والداني، وكذلك صمت الولايات المتحدة الأمريكية التي بشرت بنظام سياسي سيكون أنموذجا يحتذى به في الشرق الأوسط. وننتقل إلى القدس العربي، حيث نشرت تقريراً لأوبزيرفر جاء فيه عن مستقبل غامض لكازاخستان وأحداثها ستترك انعكاسات على انتقال السلطة في روسيا. نشر صحيفة أوبزيرفر تقريراً أعده شون وولكر عن الأزمة في كازاخستان، قال فيه إن مستقبلها بات غامضاً بعد استعادة الهدوء، مشيراً إلى أن الأحداث المأساوية التي شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي قتل فيها عدد من المحتجين وكشفت عن النزاع السياسي المخفي. معظم سكان كازاخستان لا يعرفون بالقصة الكاملة لما جرى الأسبوع الماضي، وهي قصة غامضة مثل الضباب الذي يغلف العاصمة ألماتي، كبرى مدن البلاد ومركز العنف في الوقت نفسه. ولم يكن الناس قادرين على معرفة الأخبار الصحيحة، فقد أدى حجب الإنترنت لقطع العلاقة مع العالم الخارجي خلال الأزمة التي نزلت فيها عربات الجيش إلى شوارع العاصمة، وتم حرق المباني العامة، وظل تلفزيون الحكومي يحذر بسحق العصابات والإرهابيين بدون رحمة. وبعد عودة النظام والإنترنت إلى حد كبير، ظهرت عدة أسئلة، إحداها أن الفكرة عن كازاخستان الغنية والمستقرة في وسط آسيا قد محيت بشكل كامل. ففي الشهر الماضي احتفلت البلاد بالذكرى 30 لاستقلالها، حيث قدم المسؤولون صورة عن السلام والازدهار، وأنها واحدة من البلدان القليلة في المنطقة التي تجنبت الاضطرابات وأعطاها الاستقلال سياسة خارجية متعددة الأوجه. واستطاعت كازاخستان تحقيق عملية نقل سلمي للسلطة من نور سلطان نزاربايف الذي قاد البلاد منذ عام 1991 حتى عام 2019، وسلمها لشخص اختاره بعناية وهو قاسم جومارت توكايف. وتبدو الصورة مختلفة بعد شهر على الاحتفال، فقد تحول الاحتجاج السلمي لمواجهة عنف، وأعلن توكايف عن نشر قوات الأمن وطلب منها إطلاق النار والقتل بدون تحذير، وطلب تدخل القوات العسكرية بقيادة روسيا. وتقول كيت مالينسون الزميلة في محل تشاتام هاوس بلندن، قبل ذلك ظهر بأنه دبلوماسي هادئ حذر، ووصفت منظمة أمينستي تهديدات توكايف بالقتل بدون تحذير بأنها وصفة للكارثة. وتظهر تساؤلات حول الطريقة التي ستميز بها الحكومة بين المحتجين السلميين وجماعات العنف، وعرض توكايف جماعات المجتمع المدني المحاصرة أصلاً في وضع لا يحسد عليه عندما اتهم الإعلام بإثارة الاحتجاجات.
وعن احتجاجات كازاخستان، حسابات روسيا وتركيا كتب علي حسين باكير هذا المقال، يقول: شهدت كازاخستان مع بداية العام 2022 أزمة داخلية خطيرة أنهت أسطورة الدولة الأكثر استقرارا في آسيا الوسطى خلال العقود الثلاثة الماضية، وذلك على خلفية تحول مظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود وغلاء الأسعار إلى انتفاضة ضد الحكومة والنظام السياسي بشكل سريع وغير متوقع، وتوسعت دائرة الاحتجاجات ومطالبها وصولا إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأقال استولى المتظاهرون الغاضبون على بعض مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية فيها، وحصلت اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى في صفوف المحتجين وقوات الأمن. مبدئيا يعزز التدخل الروسي من دور موسكو الأمني في محيطها الإقليمي، ففي نهاية المطاف الأنظمة الدكتاتورية تبحث عمن يضمن لها أمنها، ولطالما سوقت موسكو لهذا الدور من خلال نماذج مختلفة آخرها النموذج السوري. علاوة على ذلك، فإن الخلل في ميزان القوى بين روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة يجعل إمكانية اعتماد أي من هذه الدول سياسة أمنية مستقلة عن الحسابات الروسية مخاطرة عالية. أولى التحديات التي يفرضها المشهد في كازاخستان على أنقرة هو بلورة موقف من الأحداث، وأعتقد أن الكثير من الدول تعلمت خلال السنوات العشر الماضية ألا تستعجل في تسجيل المواقف. من الواضح من خلال البيانات التي أصدرتها الخارجية التركية أن هناك محاولة للموازنة بين الموقف الشعبي والرسمي، يضمن ذلك لأنقرة القدرة على المناورة الدبلوماسية، لكنه لا يقدم في نهاية المطاف ما يبحث النظام الكازاخي عنها. لسوء حظ تركيا، فإن هذه الأحداث جاءت في توقيت غير مناسب على الإطلاق فيما يتعلق بجهودها للنهوض بدول آسيا الوسطى الناطقة باللغة التركية. يذكرنا هذا المشهد بالثورات العربية التي جاءت في توقيت كانت فيه تركيا تصعد بشكل سلس وسريع على المسرح الإقليمي قبل أن يتغير الوضع تماماً مع اندلاع الثورات العربية. علي حسين باكير يقول: تحظى كازاخستان بأهمية كبرى في آسيا الوسطى لاعتبارات متعددة، أبرزها الحجم والموقع والموارد الطبيعية، حيث تمتلك البلاد أكبر احتياطي من النفط المؤكد في منطقة بحر قزوين، وتنتج ما يزيد على المليون برميل من النفط يومياً. وبالرغم من أنها تاسع أكبر دولة في العالم وأكبر دولة غير ساحلية في العالم، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 19 مليون نسمة فقط. كازاخستان مهمة من الناحية الجيوسياسية والأمنية لموسكو، ومن الناحية الاقتصادية والجيوسياسية كذلك لتركيا. ننتقل وإياكم إلى الول ستريت جورنال، حيث قالت الصحيفة: إيران تنقل أسلحة إلى اليمن سرا. ذكر صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسودة تقرير سري للأمم المتحدة السبت أن آلاف الأسلحة، ومن بينها قاذفات صاروخية ورشاشات ضبطتها البحرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب، مصدرها على الأرجح مرفأ جاسك الإيراني، وكانت موجهة إلى اليمن خصوصا. وفرضت الأمم المتحدة حظرا على تزويد المتمردين الحوثيين بأسلحة في العام 2015. نقلت الصحيفة الأمريكية عن الوثيقة التي أعدها فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي حول اليمن أن مراكب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية استخدمت في محاولة لتمرير أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران بطريقة غير قانونية إلى اليمن الذي يشهد حرباً أهلية منذ عام 2014. وكشف معدو مسودة التقرير الذين يستندون إلى مقابلات مع أفراد يمنيين في طواقم هذه المراكب، فضلاً عن بيانات أجهزة ملاحة، أن الزوارق المستخدمة لنقل الأسلحة انطلقت من مرفأ جاسك في جنوب شرق إيران المطل على بحر عمان بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. تتهم المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً يدعم منذ عام 2015 الحكومة اليمنية في حربها مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وكذلك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة، الأمر الذي تنفيه طهران.
وفي خبرنا اليوم، علماء بريطانيون يتوصلون لعلاج خارق لسرطان البروستات. توصل أطباء وعلماء في بريطانيا إلى علاج خارق لسرطان البروستات عافاكم الله، وهو الأوسع انتشارا بين الرجال في العالم، حيث لا يحتاج العلاج لأي عملية جراحية تذكر، ويستغرق مدة لا تزيد عن ساعة واحدة، ويتوقع أن يحدث طفرة كبيرة في هذا المجال. وتوصل الجراحون في مستشفى الكلية الجامعية بلندن إلى هذا العلاج الجديد الذي يقوم على استخدام التيار الكهربائي في تدمير الأورام التي يصعب الوصول إليها. ويعتقد الباحثون أن هذا العلاج الجديد سوف يغير من أساليب علاج سرطان البروستات حسب ما نشرت تقارير صحفية. وكانت طرق العلاج القديمة لهذا النوع من السرطان تشمل العلاج الإشعاعي أو إزالة البروستات، الأمر الذي كان يسبب أعراضاً جانبية كثيرة خطيرة مثل مشاكل التبول وسلس البول وفقدان القدرة الجنسية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.